في تطور الوضع الوبائي بالمغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 8990 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 6995 حالة شفاء و 80 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما وصل معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 إلى 44.7%. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال 24 ساعة الأخيرة 306 حالات، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1600، منها 1042 حالة تحت التنفس الاصطناعي. وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 بلغ 15,065,672 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية ما مجموعه 10,903,123 شخصا. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1,909 إصابات لكل 100,000 نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 24 لكل 100,000 نسمة خلال 24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالة النشطة إلى 73,557 حالة.